السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الجزء الرابع من دورة تصميم وتقييم الأنشطة التعليمية للقرن 21. سوف نتحدث في هذا الجزء عن استخدام التقنية للتعلم. السؤال الرئيسي: هل يستخدم الطلبة التقنية لتعزيز بناء المعرفة؟ السؤال الثاني: هل للتقنية دور أساسي في بناء هذه المعرفة أم لا؟ السؤال الثالث: هل يصمم الطلبة في النشاط التعليمي منتجا من تقنيات المعلومات والاتصالات لجمهور حقيقي أم لا؟ كما تعلمون أننا نعيش في عالم متصل مع إمكانية الوصول لمجموعة واسعة جدا من المعلومات الرقمية والمعارف، ولا يزال استخدام التقنية مستمرا في تحويل أسلوب حياتنا وعملنا، بل أنه أصبح ارتكازا يمكن الاعتماد عليه، ولا يمكن التخلي عن التقنيات الحديثة والمتجددة. لذلك أصبحت التقنية الحديثة أمر بالغ الأهمية للتعلم وكذلك النجاح في الحياة العملية للفرد. في اقتصاديات اليوم القائمة على المعرفة والتي تحكمها العولمة، أصبح الأفراد بحاجة متزايدة ليس فقط لاستهلاك المعلومات والأفكار بذكاء، ولكن أيضا يحتاجون إلى تصميم، يحتاجون إلى إنشاء المعلومات، يحتاجون إلى أفكار جديدة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات. بالرغم أن تقنية المعلومات والاتصالات أصبحت شائعة على نحو متزايد في الفصول وبيئات التعلم، إلا أن المشكلة أنها غالبا ما تستخدم لعرض أو استهلاك المعلومات فقط، بمعنى أن المعلم يقوم بعرض عرض تقديمي أو فيديو للطلبة فقط دون أن يكون للطلبة دور في إنشاء هذا العرض التقديمي أو إثراء العرض التقديمي ببعض المعلومات والرسوم. لذلك لا نجد أن هذا الاستخدام التقليدي قد حقق الهدف التعليمي للطلبة من بناء للمعرفة وحل للمشكلات. لذلك سوف نبحث في هذا الجزء كيفية استخدام الطلبة لتقنية المعلومات والاتصالات بطرق أكثر فعالية في بناء المعرفة وكذلك التصميم. يشمل مصطلح تقنية المعلومات والاتصالات مجموعة كاملة من الأدوات الرقمية المتاحة مثل الأجهزة والبرمجيات. نقصد في الأجهزة أجهزة الكمبيوتر، الأجهزة الإلكترونية ذات الصلة مثل الحواسيب اللوحية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، برامج القراءة الإلكترونية، هواتف ذكية، مساعدات الرقمية الشخصية، كذلك الفيديو أو الآلة الحاسبة للرسوم البيانية، وكذلك ألواح الكتابة الإلكترونية. ونقصد بالبرمجيات كل شيء بدءا من مستعرض الإنترنت والوسائط المتعددة إلى أدوات تطوير التطبيقات الهندسية وأدوات التواصل الاجتماعي ومنصات التحرير التعاوني. لذلك تعتبر تقنية المعلومات والاتصالات
أداة قوية جدا لتنمية مجموعة واسعة من مهارات القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك جميع نماذج تصميم الأنشطة التعليمية الأخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد تقنية المعلومات والاتصالات الطلبة على التعاون بطرق لم تكن ممكنة من قبل، عبر السكايبي أو البريد الإلكتروني أو الفصول الافتراضية من خلال أدوات جديدة. في هذا الجزء سوف نركز على التفاعل بين استخدام تقنية المعلومات والاتصالات وبين اثنين من المهارات على وجه الخصوص، وهما بناء المعرفة وحل المشاكل والإبداع في العالم الحقيقي. طبعا المهارتان ليست الوحيدة التي يمكن تدعمها تقنية المعلومات والاتصالات لتطوير التعلم، لكنها سوف تظهر بقوة في هذا الجزء. وشكرا لكم.